احلى مساء، مساء زاكروس، فيسعد مساءكم بحلقه جديده من برنامج هاي شباب، اللي راح نتناول من خلالها كل ما هو جديد ومتنوع واللي تخص كل بيت عراقي من البصره الى اقليم كردستان. فبالتاكيد ما يحلى المساء الا بوجود زميلاتي. يسعد مساءك يسعد مساءك يا علي ويانور. يسعد مساءك يا علي، يسعد مساءك ميامي. يسعد مساءكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج هاي شباب، فقراتنا الحلوه اكيد اللي تعودتوا عليها وضيوفنا اللي حينورونا بكل حلقه، لكن المساء ما يكمل الا مع نور. مساء اكيد يسعد مساك ميامي، يسعد مساك علي مره ثانيه. بالتاكيد مشاهدينا الكرام مساكم خير وعافيه ومحبه ومفعم بالطاقه الايجابيه. كثير من الفقرات والكثير من الامور المميزه اللي راح نشاهدها بحلقتنا لهذا اليوم، ولكن من بعد هذا الفاصل وراجعين مكملين واياكم. يسعد مساكم من جديد. اليوم حلقتنا راح تتضمن مجموعة من الفقرات، منها فقرة رسالتي، هاي الفقرة اللي راح يتضمن بيها كل ما يخص كبار العمر والرسائل اللي يوجهوها إلى الشباب. واليوم موضوع فقرتنا يتحدث عن الأصدقاء واختيارهم للشباب. نعم، طيب بس أنا عندي فقرة أحلى يا علي ويا ميامي، متحمسين تعرفوها أكيد مشاهدين الكرام. الفقرة اللي وياي تتكلم عن شباب الغد. إحنا متعودين على طول كل المواهب تكون كبيرة بالعمر أو متوسطة العمر، ولكن اليوم الضيف حيكون مميز، حيكون طفل متميز في عزف العود، وأكيد حنتعرف عليه من خلال هذه الفقرة يا ميامي. نعم يا نور، أما الفقرة اللي وياي هي كلش حلوة، إحنا متعودين عليها إنه كل حلقة عندنا قصة نجاح حلوة. نعم، ففقرتنا بقصة نجاح اليوم نسلط الضوء على شابة نجحت في مجال تعليم اللغة الإنجليزية لكن بطريقة غير تقليدية. شلون بطريقة غير تقليدية؟ طبعا يا علي اصبر، واكيد احنا راح نستمتع ويا ضيفتنا اليوم ونناقشها بهذا الموضوع. لكن الاكثر من هذا والاحلى من هذا انه فقراتنا كثيرة ومتنوعة، لكن فاصل ونواصل. رجعنا وإياكم مشاهدين الكرام، ورح نتكلم أكثر عن فقرة كلش حلوة ومميزة بحلقتنا لهذا اليوم، فقرة رسالتي. حلو أنه إحنا نأخذ نصائح من شخص أكبر من عدنا، على طول الأشخاص اللي أكبر من عدنا سناً يعرفون بالحياة أكثر من عدنا، لأمارين بمواقف كبيرة بحياتهم ويا عائلتهم ويا صديقاتهم ويا أصدقائهم ويا مجتمعهم. إذن ميامي إحنا حلو نأخذ نصائح من كبار العمر، فاليوم فقرتنا فقرة رسالتي حتكون مخصصة لنا للشباب وللشابات وللبنات والولد ايضا. راح ناخذ نصائح من كبار العمر، واكيد شنو رايك بهذا الموضوع وبموضوع الصداقه خصيصا. نعم اكيد يا نور، طبعا احنا نعرف انه الزمن الماضي كلش اختلف عن الزمن الحاضر. اكيد طبعا، يعني ممكن سابقا كان الاصدقاء معينين او يعني عدد معين بحياتنا وكان اكو ثقه اكثر. بالوقت الحالي كلش دا نتعب يلا نلقى الصديق المناسب اللي ممكن نتوالم به بافكارنا حياتنا. واذا نلقى صديق فنصيحه انا دائما احب اقدمها خاصه للبنات، تمام، انه دائما الصديقه اللي تامنين بها لا تعطيها كل اسرارك. صح يصير بيناتكم روحه ورجعه واكل وزاد وملح، بس انه كوني دقيقة باختيار الأصدقاء. والنصيحة اللي دائما أذكرها إنه دائما خلي البنية تكون صديقتها الأولى والأخيرة هي أمها، يعني لازم يبقى سبيس بالموضوع. هذا إحنا رأينا كبنات. نعم. طيب الموضوع يختلف عندنا إحنا الولد. ممكن إحنا الولد يكون صداقتهم أسرع وأسهل والثقة تكون بيها بسرعة. أتوقعون بسرعة بعضكم. بالضبط. حلو. يعني أنتم ما تعرفون احتمال الولد أتعرف عليه قبل 10 دقائق أخذه ونسافر سوق. حلو. نطلع موضوع كلش اعتيادي. بس الموضوع يختلف قبل عن حاليا. قبل الصديق إذا مش شوفين هسه اكو اصدقاء يتواصلون. نعم. المرحله كلش كبيره انه صار لهم 30 سنه و20 سنه سوا. هسه الصداقات ما تدوم نهائيا. يعني اقصى علاقه ده اشوفها 5 سنين 4 سنين. مجرد لولا بسيطه تصير بالموضوع بيناتهم وينتهي تفركش كل العلاقه. نعم. على سبب كلش بسيط. بس اللي انصحه واللي انصح به المشاهدين انه ايش قد ما يكون الصديق مقدم لك شغلات ايجابيه، من يغلط وياك ويسوي شيء سلبي ما يصير نلغي كل هاي التفاصيل الزينه اللي سوانا اياها بشيء سلبي واحد. لازم ان الواحد يقدر وعفى الله عما سلف. بالتاكيد اكيد طبعا طبعا. أكيد. انا بدي اسال علي بما انه هو الولد الوحيد اليوم، فتعرف احنا البنات دائما بكل صراحه ممكن الصديقات نتعرض للغدر مرات، تمام، فسولف لي انتم كشباب، بدي تقول احنا نتعرف نص ساعه نسافر، ممكن تعرضت صديق غدرك؟ اي طبعا اكيد.
مو بس انا، هواية شباب. لا طبعا عفى الله عما سلف، لانه زيناته كانت وياي هوايه، فمستحيل الغي كل الزينات بشينه واحده، وكنا نغلط. اكيد الصداقه بالاونه الاخيره كلش لازم تكون مميزه، ولازم نختار صديقاتنا واصدقائنا بشكل كلش دقيق، لانه احنا محتاجين رفيق درب كصديق ويانا بالحلوه وبالمره ايضا. اكيد رسالتنا لهنا ما خلصت، اكيد زميل سيبان حضرت لنا استطلاع كلش حلو حتى نسمع نصائح كبار السن، لانه بخصوص موضوع الصداقه. مساء الخير يا بان. نعم شكرا نور، مساء تورد يا نور ويا علي ويا ميامي، عدنا وإياكم باستطلاعات جديدة. استطلاعنا اليوم يتحدث عن موضوع اختيار الصديق، راح نسأل الكبار بالسن عن هذا الموضوع، بالتأكيد خليكم وياي. سؤال استطلاعنا لليوم هو شنو نصيحتك للشباب بموضوع اختيار الصديق؟ نعم، أهم شيء لازم يختاره من الناحية التربية، شوف تربيته شنو، أخلاقه شنو، وضعيته شنو، أسلوب كلامه شنو، إيه من هن تربيته، علمه. عندنا المثل الشعبي الدارج يقول الصاحب ساحب، فيعني أكيد هو الإنسان دائما يختار صاحبه أكيد راح يكون نفس التوجهات، يعني احنا مثل ما يقول الطيور على اشكالها تقع، يعني راح خاصه احنا نشوف المشاكل اللي تصير اليوم بالمجتمع، اللي ما نقدر نقول مثلا المخدرات المنتشره، الظواهر السلبيه تصير، هاي الطريقه مثلا اللي قاعد يلتقون بالكافيهات. فبصراحه انا اشوف الشاب اكيد يختار له صاحب يكون مثلا يرشده للطريق الصحيح، يرشده للدراسة، شلون يكمل دراسته، يبتعدون عن هاي المظاهر السلبية اللي قاعد نسمعها بالمجتمع. بالإضافة أنه هذا الشيء همينات يعني نوجه به الأهالي، لأن هم مسؤولين عن تربية أبنائهم، فيختارون الصاحب مثل ما يفكرون مستقبل ابنهم، لازم يختاروا له الصاحب الزين، لأن هو هذا راح يأثر على مستقبل أبنائهم. خاصة بهذا الوقت. خاصة بهذا الوقت الصعب اللي قاعد يصير بمشاكل، ده نسمع هواية هواية، ده نسمع بالبرامج إنه فلان صاحبه هو اللي جرى جابه على هذا الطريق ودار هذا الأسلوب. فالأهل لازم يتبعون هذا الموضوع، أنا أشوف هاي أمانة عليهم، هم لازم يتبعون يشوفون ويا من ديمشي ابنهم شنو أخلاقه شنو توجهاته، بالتالي راح تنعكس على تربية ابنهم. اليوم عندما تختار صديق أنه تقيس على المواقف، يعني بأي موقف وأبسط موقف إذا ما وقف لك الصديق هذا ما يعتبر صديق وما يفيدك. يعني نصيحتي للشباب أنه لازم يقيسون الصديق حسب الموقف اللي يمر بيهم، وهاي واقفل، يعني هاي اكثر شيء ما يصير اقل. اذا حابين نتحدث عن موضوع الصداقه، هو موضوع عميق ما يختزل يعني بكلمه او كلمتين، ولكن هي يعني نقدر نشبهها بالشجره المثمره. ليش؟ لانه تواصل الصديق مع صديقه بتكون اقوى من تواصل الاخ في بعض الاحيان مع اخوه. فاحترام الصداقه واجب طبعا، وبنفس الوقت تقدير الصداقه واجب. ومرات مثلا يعني الصديق مواقفه تكون اقوى من مواقف الاهل بذات الشخص نفسه. فيعني موضوع الصداقه هو موضوع عميق، يعني الانسان قد ما تكون علاقاته ناجحه وصداقاته ناجحه هو يكون اساسه ناجح، لانه ما تنجح علاقه اجتماعيه ومن ضمنها الصداقه اذا ما يكون الاساس اساس التعليم واساس التفهيم واساس التثقيف في العائلة لهذا الشخص يكون ناجح. والله هاي أصعب شيء اختيار الصديق، لأنه هي أكو مثل يقول قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. فأنت إذا كان صديقك سيء فأنت أكيد حتتأثر بيه تطلع سيء، إذا كان صاحبك جيد وذو أخلاق وقيم أكيد أنت حتتأثر بيه. يعني خاصة بهذه الآونة موضوع يعني الصداقة. أنا من كنت يعني خلينا نقول صغير ب14، صدفة أصدقائي اللي صادقتهم كلهم زينين وشطار ويدرسون ويقرون ويتنافسون، فأنا تأثرت بهم أيضاً، أنا صرت شاطر وتنافست ودخلت هندسة وخلصت دراسات عليا، لأن جماعتي اللي منهم صغار كانوا شطار، ويعني خلينا فصار تنافس، يعني أكو ناس أصدقائهم صاروا كسالة ما يداومون، تأثروا بهم صاروا كسالة. فاختيار الصديق شغلة مهمة، بس هي يعني هسه صارت صعبة بسبب تأثر بسبب الفيسبوك واليوتيوب والإنترنت، تغيرت عقول الناس.
إذن أعزائنا المشاهدين لازلنا مستمرين معكم فقراتنا، ووصلنا إلى فقرة شباب الغد. هاي الفقرة اللي راح نسلط بها الضوء على الأطفال المبدعين، ومثل ما تعرفون التكنولوجيا والسوشيال ميديا أخرجت لنا أطفال كلش مبدعين يانور. فعلا يا علي، نلاحظ بالآونة الأخيرة بفضل السوشيال ميديا الكثير من الأطفال اللي ديصير عندهم مسيرة مهنية حلوة رغم هم صغيرين بالسن. واليوم فقرتنا تخصصت بهذا الموضوع حتى نسلط الضوء على ضيفنا المميز يا ميامي. نعم ضيفنا. نعم يا نور، طبعا ضيفنا اليوم هو طفل موهوب في مجال العزف على آلة العود، وهو اسمه محمد دريد، والحلو انه عمره 11 سنه فقط وبدع بهذا المجال. مستعدين حتى نروح له؟ اكيد طبعا. طبعا اللقاء وياه حيكون خاص وياي، لكن بعد هذا الفاصل. شكرا لك. طبعا اكيد مشاهدينا ضيفنا لهذا اليوم هو الطفل الموهوب محمد دريد، موهبته هو العزف على آلة العود، والحلو انه عمره كلش صغير 11 سنه فقط وقدر يسوي هذا الابداع كله. شلونك محمد؟ الحمد لله زين. ان شاء الله بخير. الحمد لله. شنو الابداع هذا؟ اشكرك جدا محمد. قبل نبلش ترجع تعزف لنا مره ثانيه، اريد اعرف من شو وقت بدا عندك حب الموسيقى والعزف؟ حبيت هذه الآلة كان عمري 7 سنوات، كنا نتردد أنا ووالدي إلى شارع المتنبي، فشفت ناس يبيعون الآلة أو يصنعون، فعجبتني الآلة فطلبت من والدي أن يشتري لي عود. اشتريت وتعلمت يم الأستاذ عامر علي العواد لمدة 2 شهر، من بعدها انتقلت إلى بيت العود العربي فرع بغداد اللي يشرف عليه سفير اليونسكو الدكتور الموسيقى رصاد نصير شمه، وأستاذ المباشر الموسيقى الأستاذ محمد العطار. نعم. وحاليا أنا يم مركز محمد العطار. حلو. طيب سمعنا بعد شيء حلو، بس الريشي مو حزين، يعني شيء مفرح. نعم. يلا سمعني. هالإبداع. شكرا.
طيب محمد خلي شوية نسولف، احنا نعرف بصورة عامة انه آلة العود هي تعتبر من الآلات اللي تكون شوية صعبة العزف عليها، فليش اختاريت الا آلة العود وشون قدرت انه تبدع بيها؟ انا حبيت آلة العود بسبب تشجيع اهلي ومدرسي استاذ محمد العطار، قال لي ان شاء الله انت راح تصير اسم كبير وموسيقار بهاي الآلة وراح توصل الى مرحلة ان شاء الله يا رب. طيب شنو الكلمة اللي تريد تقولها لآلة العود؟ آلة العود باعتبار أقرب صديق لي وهو اللي يواسيني بالأحزان ويشاركني بالأفراح. حلو. طيب محمد شنو طموحك المستقبل؟ يوم أنت من بديت اختاريت هاي الموهبة وآلة العود وقلت هي صديقي المفضل يعتبر، شنو تفكر مستقبلي وين تريد توصل؟ بالنسبة للعود أتمنى أن أكون عازف سوليست، وبالنسبة للدراسة مهندس حاسبات. حلو. شي ما له علاقة بشي؟ أي تبدع بهن اثنيناتهن؟ إن شاء الله. أنت شاطر بالدراسة صدق؟ نعم. طيب ذكرت بالبداية محمد أنه بابا وماما هم ساعدوك حتى تبدع بهاي الموهبة. نعم. طيب شنو بعد أكثر الناس يعني ممكن مدرسين بمدرسة أصدقاء قدروا أنه يعطوك هاي الطاقة حتى توصل لأكثر من مجال؟ شاركت بالنشاط المدرسي وفعاليات عدة بمدرستنا ومهرجانات أيضا خارج المدرسة. حلو. نعم. كلها بدأت بيها؟ إيه. سمعنا بعض شيء محضرنا؟ إيه. يلا المن شنو؟ طبعا مقطع بسيط من أغنية عراقية تراثية. حلو يلا نسمع. عاشت ايدك. محمد انت ذكرنا بداية انه انت تعزف عود، طيب ما فكرت انه ممكن تغني شوية؟ لا ابد ما جربت؟ بالعكس يعني بس تعزف؟ احب العزف اكثر من الغناء. ما جربت في يوم تدندن ويا نفسك شوية؟ لا ما احب ابد. طيب كل شخص اليوم احنا يعني حتى اذا كنا كبار بالعمر او صغار من ندخل بفد موهبة او مجال معين نلقى بيها سلبيات وايجابيات، تمام؟ شنو اكثر الاشياء الايجابية والسلبية اللي لقيتها من دخلت بهذا المجال؟ طبعا بالعكس ماكو اشياء سلبيه. حلو. اي شغلات ايجابيه ومثل يعني حتى شلون تركيز راح يزيد باعتبار دراسه لغه النوتات، يعني عندنا قراءه نقراها يعني شلون لغه خاصه للموسيقى. حلو. ويكون شيء احسن بالعكس يعني. يعني كلها ايجابيات. اي كل. طيب محمد انت ذكرت انه انت طالب. نعم. يا صف؟ صف سادس ابتدائي. طيب صف سادس تريد تصير مهندس بالمستقبل. نعم. شلون اليوم تقدر تعطي وقت للعزف ووقت للدراسة حتى توصل لهذا المجال اللي تريد توصله؟ أنا أنظم وقت من أكمل دراسة أتجه إلى العود. يعني الدراسة أولاً؟ نعم الدراسة أولاً أدي وبعدها تعطي وقت إنه تعزف. أعطي وقت للعود. طيب أنت مسوي يعني مثلاً أجواء خاصة بالبيت وبغرفتك لهاي الأجواء؟ نعم. عندك غرفة خاصة تعزف فيها وهيك شيء؟ زين تحب انه اخوانك يشاركوك هاي الموهبه لو تريد وحدك؟ طبعا عندي اخوي حسن كان عازف مندولين. حلو. آلة ايطاليه غربيه بس لكن ترك المجال فبقيت وحدك. اي بقيت وحدي.
طيب محمد، احنا ان شاء الله يا رب نشوفك عازف محترف وبنفس الوقت نشوفك مهندس ان شاء الله نيناتهم. وبالختام اكيد نورتنا يا رب، ان شاء الله كل التوفيق، ونريد نسمع من عندك شيء حلو نختم به. نعم ست. شنو حسمعني؟ اطوار عراقيه. يلا سمعني. رجعنا وإياكم مشاهدينا الكرام ومستمرين بفقراتنا المميزة لهذا اليوم. اليوم فقرة المميز تميزت وتخصصت بشيف أختص في الطبخ. احنا نعرف أكيد الطبخ يا ميام يا علي مختص بالكثير من الأنواع وبالكثير من الأصناف المميزة، ولكن هذا الشيف بشنو اختص؟ هذا الشيف يا نور اختص بالأكلات الشرقية. حلو. وإحنا كنا بصورة عامة العراقيين نحب الأكلات الشرقية كلش. فسولفوني شنو علاقتكم؟ شنو أكثر طبق تحبه؟ ممكن الدول العربية أغلبيتها ممكن قاموا يتذوقون الأكل الغربي أكثر من الشرقي، بس نعم. إحنا كعراقيين ملتزمين بالدولمة والبرياني، ذن الأكلات الشرقية. إذا مو أشياء دسمة أيه عليهم إحنا ما نشبع. وأنت يا نور شنو أكثر طبق تحبه؟ بصراحة أنا كنت ما أكل هاي الأكلات، بس يعني على واحد صديقتي قمت أكلها، فقمت أحب القوزي لحم المندي لحم. حلو. بس مو أكالة هيك، المهم طبعا أكل. الحلو بهذا الشاب انه تميز بنكهات خاصه هو يضيفها للطبق مالته. أكيد. واكيد احنا نعرف انه هاي تعتبر سر المهنه، يعني كل واحد مختص بهذا الموضوع. منو هذا الشاب علي؟ اذا اعزائنا المشاهدين خلينا نشوف تقرير للشيف مهند ياسر حول الاكلات الشرقيه. الى هناك وراجع لكم. أنا الشيف الحاج مهند المالك. بداية عملي قبل 23 سنة. طبعاً بديت أطور نفسي إلى يعني الطبخ المستحدث، الطبخ الغربي مثل ما يقول، بس أساسي أنا شرقي والحمد لله وشكر. يعني بديت أن أبحث عن الأكلات اللي هي دخلوها على أساس إنه من خارج البلد، بس لا، هي أساساً من البلد أساساً. وطبعا انا عندي اثبات بانه المندي مندي عراقي مو يمني، فهذا الشيء انا قررت ان اوصل له بشيء يقين، وشيء طبعا مذكور بالقران اللي هو وجاء بعجل الحنيذ. العجل الحنيذ اللي هو اللحم المطبوخ تحت الارض، وان شاء الله راح اثبت يعني بعد هذا الشيء، وانا عندي دراسه لهذا الموضوع. وطبعا استجدت مواضيع اخرى بانه الطبخ جميع العالم هي ماخذينها من الحضاره العراقيه.
والله انا بهذا المجال يعني صار لي تقريبا اللي هي اكثر يعني مو اقل يعني انا اقول 27 سنه بس نقول 25 لان انا من ال 96 انا اطبخ طبعا ابو محمد اللي هو فوزي الرياضي استادي بذاك الوقت اللي هو خلاني اتعلم الطبخ الشرقي تعرفون يعني بذاك النظام كان الطبخ على الحطب وطبخ على الغاز وطبخ على فوصلني المرحله بانه انا ظليت بركه محمد وال محمد ان افتكر اكلات جديده اطلع اكلات جديده بحيث هسه اللحم عندي طرق اكثر من 13 14 نوع اقدر اطبخها به الدجاج كذلك. انا عندي ان شاء الله عندي دراسه على السمك المندي يعني سمك مندي مو اجي اشوي هيك واقول هذا مندي لا انزله بالتنور ان شاء الله انا جاي اشتغل على هذا الموضوع راح انزل سمك والتمن مالته المندي المدفون بالقاع. الشيف كل من عنده لمسة خاصة بطبخة معينة أو بشيء معين فيطلع الطبق يختلف عن الشيف الآخ يعني مثلاً التمن أكو عدة طرق الطبخ التمن عدة طرق الطبخ الدجاج عدة طرق الطبخ المرق عدة طرق طبخ اللحم فكل من عنده لمسات وكل من وطبعاً أرجع وأقول النفسية تلعب دور بالأكل. طبعاً علامات النجاح بأنه أنا طبعاً بنيت نفسي طبعاً بمكان طبعاً ببيتي أكو قطعة بصفة كانت جبت تنانير الله شاهد جبت تنانير خليتهم قبل اشتغلت وتعلمت مو تعلمت أو أنا علمت نفسي يعني يومية أسوي خبطة جديدة للدجاج وللحم يومية أسوي خبطة جديدة الحمد لله وشكر استقريت على طعم معين وشيء معين والله وفقني بركات محمد وآل محمد طبعا الشغل أهم شيء هذا قلبك تموته ويكون النفسية فول النفسية فول لا تفكر أهم شيء لا تفكر بربح المال ربح المال ما يوصلك اللي انت طامح له. الشباب الحابه طبعا الحابه المهنه اللي هي شغله الطبخ والطهي ويردون يصيرون شيفيه رقم واحد ان شاء الله اني عندي فكره وان شاء الله راح اطبقها بهاي الايام تعليم الشباب الحابين المهنه الحابين يصير شيف طبعا هاي مدفوعه الثمن واكله وشربه علي فاطلع شيف رقم واحد ان شاء الله وان شاء الله القادم افضل. أكيد بعدنا مستمرين في فقراتنا من برنامج هاي شباب وهسه وصلنا لفقرة قصة نجاح. الحلو بهاي الفقرة انه كل حلقة نسلط الضوء على شخصية معينة نجحت بمجال كلش حلو نتعرف اكثر ويا علي. اكيد اليوم راح نسلط الضوء على شابة تعلم اللغة الانجليزية بطريقة غير تقليدية واحنا قناة زاكروس الداعم الاول لكل الشباب المبدعين. اكيد طبعا قناة زاكروس لازم تدعم كل المواهب الموجودة عندنا حتى نسلط الضوء عليهم اكثر ونتعرف اكثر على المواهب الموجودة عندنا في المجتمع وفي العراق خصيصا. اليوم ضيفتنا راح تكون آمنة عماد اللي اختصت بموهبتها الخاصة بتعليم اللغة الانجليزية وبطريقتها الخاصة ايضا وراح نتعرف عليها اكثر من خلال لقائي وياها ولكن من بعد هذا الفاصل اراجعين واياكم.
عزيزة لهذا اليوم. أكيد راح نتكلم ونتناقش عن الكثير من الأمور بخصوص مجال تعليم اللغة الإنجليزية، ولكن بالبداية انطيني بطاقة تعريفية عن آمنة. منو آمنة؟ أنا اسمي آمنة عماد، خريجة جامعة دمشق قسم الآداب ترجمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك حبيبتي. طيب عمرك شو تخرجتي؟ شو بديتي بهذا المجال؟ عمري 28 سنة وتخرجت سنة 2018. بديت بهذا المجال، يعني قصدك على صناعة المحتوى بالسوشيال ميديا. بديت صار لي تقريبا سنتين. حلو. طيب الحلو بالموضوع انه احنا نعرف اغلب المتخرجين ما يشتغلون بشهادتهم، ولكن الحلو ان انت مشتغلة بشهادتك. وانت اللي صنعتي لنفسك الفرصة وخلقتيها لنفسك. شلون جتك الفكرة من قبل سنتين وانت متخرجة من 2018؟ شوفي أنا اشتغلت فترة بقطاع المدارس الأهلية والمعاهد وهاي الأمور. حلو. بس بعدين توصلين مرحلة لازم تشتغلين على نفسك حتى تكونين إضافة لأي مؤسسة تشتغلين بيها، وتكتسبين خبرة كافية بحيث أنت تبلشين أنه تريدين يكون عندك شغلك الخاص. نعم. أي وبما أنه أنا دخلت بالاختصاص الأحبة فأكيد أكمل بيه. أكيد طبعاً. وحلو أنه أنت مصرة تكملين بشهادتك، ما تفوتين مجالات أخرى من غير الشهادة. أيوة. لأن نشوف هل الكثير بالآونة الأخيرة يتخرجوا مثلاً مهندس يشتغل عمال، يتخرج طبيب يشتغل مهندس، الموضوع صار مو متساوي. على كل نرجع لموضوع السوشيال ميديا. أنت قلتي بديتي قبل سنتين. طيب قبل سنتين لما بديتي أول طالبة أجتك كانت ولد لو بنت؟ كان ولد. ولد. أيوة. شلون أجاك؟ اجاني عن طريق الريلز اللي اني دا انشرها، قال اني محتاج اتعلم احكي الامريكان اكسنت مثلك. نعم. قلت له اوكي. اتفقت وياه على التفاصيل واخذت كورس. حلو. شلون بديتي يا بالكورس؟ انت كالمعتاد يعني او بالعاده شلون تبدين كورساتك ويا اللي يجون يريدون يتعلمون اللغه الانجليزيه؟ اوكي، اول شيء نحدد الليفل مالتهم. حلو. اوكي، لانه تعرفين انت كل منهج بكم ليفل. نحدد الليفل مالتهم ونبدي نشتغل نشوف هو وين نقاط الضعف مالته حسب هذا الليفل، نبدي نقويها. حلو. ويصعد. حلو. طيب أول موقف ظريف صار وياك بينك وبين طالب أو طالبة شنو كان؟ ما تنسي أو يعني شيء مميز كان بالنسبة لك؟ شوفي، هو أعتبر أكثر شيء مميز أنه لما يجيش طالب داخل كورسات بغير مكانات ويجي يقول لك أنه أنا ما مستفاد أو ما دا أفتهم شيء. حلو. أكو أصلاً ناس يجون عندهم فد كره غريب للغة يعني. صحيح. أوكي. فالحلو يمكن أحلى شيء بالنسبة لي لما أشوف طالب هو مثلاً كان يقول لي أنه أنا دخلت كورسات. نعم. وما تعلمت وما استفادت. أي. ومن يجي يمي لا يستفاد. أشوف أكو فد فرق. حلو. عرفتي شلون؟ ويبدي هو يبدي تنكسر عنده هاي المعضلة اللي صايرة. حلو. أيه. طيب اكو فد حاله احنا يعني دائما نشوفها ونعيشها ونشاهدها، انه اكو هوايه ناس يفتهمون اللغه الانجليزيه ولما واحد يتكلم وياهم يفتهمون ايش دا يحكي ولكن ما يعرفون شلون يردون. أيه. شنو علاج هاي المشكله يا مش؟ المشكله انه هو ما مدرب نفسه على الرد، هو متعود يسمع بالافلام بالمسلسلات. نعم. بالاغاني يسمع ويفتهم. أيه. بس كممارسه بالتحدث ما عنده، فالموضوع بسيط انه هو يحاول يبدي شويه شويه يرد. راح يصير الموضوع كلش بسيط. طيب قبل شويه ذكرتي لي انه يجوش طلاب انه يدخلون دورات وكورسات الى اخره، ولكن يكونون غير مستفادين من هذه الامور اللي دابين عليها فلوس، يريدون يستفادون. يجون يم آمنة عماد يستفادون. طيب شنو اللي يميز آمنة عماد في دورات اللغات الانجليزيه؟ اكو شغله انا كلش اعتبرها مهمه، انه انا عندي شغف بالتدريس. يعني انا قلت لك انا دبلوم ترجمه. نعم. تمام. سوري، بكالوريوس ترجمه. حلو. اوكي، بس انا احب التدريس. يعني انا اشتغلت بقطاع الترجمه واشتغلت بالتدريس. حبيت التدريس اكثر. نعم. يمكن لانه انا احب هاي اللغه فتكون عندي طريقه كلش سهله انه اوصلها للمقابل. طيب اقبال الناس شلون كان عليك؟ والله كلش تمام الحمد لله، يعني دائما عندي كورسات، شغلي ماشي الحمد لله. يمكن الناس احسهم ملوا من المعاهد التقليديه والطرق بالضبط. التقليديه يريد واحد يقعد وياه يعرف شنو علته ويمشي وياه بهذا الطريق. وانا باي ذا واي هوايه اعرف ناس يدخلون معاهد وكورسات لغه انجليزي او اي لغه اخرى، يطلعون يقولون احنا ما مستفادين شيء من الكورس، مجرد فدنا ذبينا فلوسنا وطلعنا. شنو سبب ان المعاهد ما تنطي تعليم حقيقي للناس؟ شوفي، اول شغله هسه اذا احنا نجيب وياك نفرين. نعم. اوكي، كل شخص بيكم عنده فد مشكله بمكان معين. نعم.
تمام. وهو محتاج يقوي هذا المكان اللي هو عنده بيه مشكلة ويبدي يصعد. حلو. وكذلك كل واحد بيكم راح يكون عنده مستوى معين بالكتابة بالقراءة بالاستماع بالتحدث. فأني مو من المعقول إنه أنا أجيب 20 شخص وأحشكم الطاعة. أتوقع الكورسات إنه ما يركزون على شخص شخص، دي يركزون على مجموعة أشخاص دي يقوم نفس الليفل نفس الليفل. هذا الشيء مستحيل يعني، ما ينهم إنه أنت تجيبين أكثر من شخص نفس الليفل. وكذلك إنه وقت المحاضرة يكون قصير. نعم، ايش قد يكون وقته؟ يعني ساعة، كل المعاهد هي على ساعة ونص. ايش قد يكون وقته؟ هم ساعة ساعة ونص، بس يكون الوقت مخصص لواحد مو العشرين شخص. هذا راح يكون متميز أكثر. أي. حلو. طيب أكثر المواقف الصعبة واجهتيها ويا طالب وحسيتي مدى يستقبل، بس أنا لازم أدخل هاي المعلومة براسك. شوفي أنا مرة جاني طالب. أنت عندك أصلاً خلق وصبر لو الأمن. أي أنا عندي خلق. حلو. أوكي. مرة جاني طالب قال لي أنا أكره الإنجليزي ومشكلتي هو الإنجليزي، وأني الإنجليزي من أشوف مثلاً فتشي مكتوب بالإنجليزي يقول أدوخ تقوم الأحرف يعني شيء طب شيء شي مزعج يصير. إنه بعد يعني خلاص إنه يقول مدى أستوعب حتى يصدع. كمل الكورس هذا الطالب يعني قام يحكي انجليزي، قام من تسأليه يفتهم ومن يجاوبش تفهمين عليه مو حلو. بشكل بروفيشنال، بس انه دي يوصل لك الفكره اي ودي يفهم عليك. فاني بصراحه اعتبره شيء كان يعني ابداع. امنا اذا نرجع احنا لي ورا نحس انه احنا نكره مثلا الرياضيات او الانجليزي او كل امور التدريسيه والتعليميه بسبب المدارس اللي كنا نداوم بها او الاستاذ اللي كان يدرسنا ويعطينا محاضرات، فاني واحده من الناس كنت ما احب لا الرياضيات ولا الانجليزي، بس لما كبرت شفت انه هذا الموضوع لازم اني اتعلم لان مجبوره اتعلمه بالمجتمع بالحياه بالثقافه. فالانجليزي كلش حلو ولكن بهوايه صعوبات. طيب نجي الى مرحله الاكسنت، احنا نعرف الكلام سهل بس اتقان الاكسنت تكون كلش صعب، شلون تسوين هذا الموضوع تخلين شخص يعني تقال. شغله من الشغلات اللي دائما اقولها لطلابي يعني الانجليزي هو لغه عالميه. حلو. اوكي يعني مو بس هم الاجانب يحكوا، لا يحكوا كل الجنسيات بالعالم تحكي انجليزي. وهم اذا تجين على سكان بريطانيا وعلى سكان امريكا راح تلاقي من منطقه لمنطقه من مدينه لمدينه يختلف عندهم الاكسنت. فالاكسنت هو يعني اشوف الناس كلش معقده نفسها بيه بشكل ما له داعي. هو شنو المهم؟ انه انا افهم عليش وانت تفهمين علي، بس شلون تحكين يعني هذا الموضوع احسه مو حيل مهم. حلو. عرفتي طيب. شلون يعني بالاخير احنا مو نيتيف تانج هي هنا، بس اكو ناس انه اذا عندهم الاكسنت قوي وما يحكون قوي يحسون هم بروفيشنال بالموضوع. اي بس أي. بصراحه انا اشوفه مو ضروري يعني المهم انه انت تفهمين وتفهمين. نعم. واحنا اذا نجي نشوف يعني الاجانب اكثر من محافظه ودوله عندهم واكثر من لغه كاكسنت موجوده طبعاً. فما من الممكن انه الشخص يتقن كل الاكسنت الموجوده بالضبط يعني بالضبط. طيب الكلمات اللي تحسيها صعب الواحد يلفظها كطلاب مبتدئين يمج شلون تسهليها؟ هم الجزئيه بارتات اقطعها اقطعها لهم على شكل مقاطع صوتيه. حلو. بعدين ورا شويه بالتدريب. شوفي هو الفكره انه مخارج الحروف باللغه الانجليزيه تختلف عن مخارج الحروف باللغه العربيه. يعني مثلا اذا تنتبهين على حرف الار اللي عندهم رتله بالعربي بالانجليزي لفظه طبيعي. حلو. تفرق. شنو الفرق؟ انه قوه الحرف. قوه الحرف تمام. يعني شوية شوية هو الموضوع بالتدريب يمشي. حلو. أوكي فتشوفين بعد فترة يقومون الكلمات الكلش طويلة يلفظها مرة واحدة. حلو. طيب نجي شوية على السوشيال ميديا. أول فيديو نشرتي إليك شلون أخذتي فكرته وشلون؟ إحنا نعرف صناع المحتوى صعب يلقون فكرة، صعب ينشرون الريلز، صعب يوصلون الفكرة بصورة صحيحة. آمنة شلون شافت الفكرة وشلون أتقنتها؟ شوفي أنا كنت أتفرج مسلسل. أوكي. فشفت جملة. أوكي. طيب. فقررت انه انا اسوي عليها ريلز. يعني كان الفكره هي وليده اللحظه. انا ما كنت افكر ولا كان يعني شفتيها منها صورتيها منها صورت عليها منها تمام. وهي بالمناسبه اكو كلش هوايه افكار، كلش هوايه شغلات ممكن واحد يعلمها لانه اللغه هي بحر بالاخير. اكيد. اوكي بس صناع المحتوى يعانون من شغله انه يخافون من التنمر ورده الفعل السلبيه على محتواهم. واجهتي تنمر؟ كلش هوايه. زين. بس بالاخير انت دا تقدمين رساله، دا تقدمين خدمه للمجتمع، دا تقدمين فائده. نعم. فهذا الشخص المتنمر انت ببساطه تمسحين تعليقه ويخلص الموضوع بالضبط، او خليه حتى يصعد الفيديو اكسبلور بالضبط. طيب التنمر شلون واجهتي؟ هل بصعوبه كان او شلون تجاوزتي بالبدايه؟ صح تقولين اني هسه ما مهتمه بس بالبدايه لازم يكون اثر بيك تعليق من التعليق. شويه بالبدايه تنقهرين يعني مثلا اني في يوم صورت ريل كان كلش حلو وكلش تعبت على المونتاج مالته لان تعرفين انه احنا نصور ونمنتج ونقطع دقه وجوده ونشر
اكزاكتلي فلقيت واحد كاتب لي إيه بهذا راسك المربع زين راسي المربع انا اقدم لكم محتوى دا افيدكم يعني الانتقاد ما كان على طريقه الفيديو على تلاقين هوايه اكو ناس هم مو اختصاص اصلا اوكي ويجي يفتي بشغلات هي غلط اصلا دفتي ما يخالف بس كم شغله صحيحه يفتي لك بشغله غلط بالضبط ويتنمرون على شكلك وعلى لبسك وعلى جسمك وعلى خشمك فانت لازم ما تصنعي محتوى تكونين مفكره انه هاي كلها كل شيء راح اواجه لازم استقبل اي يعني مو مهمه المهم انه انت دا تسوين فشي بفائده لانه قيمه الانسان بالفائده اللي يقدمها اكيد اوكي فهذا حكي مو مهم يعني بالاخير هو حر رايه هو حر بس مو مهم بالضبط احنا نشوف كل الناس اللي تشاهد صناع محتوى أيه. ما يركزون على الهدف اللي الشخص يريد يوصل لهم اياه نهائيا يركزون هذا الشخص ايش لابس ايش مسوي خشمه وجهه شعره ممشط له ممشط من الاخر أيه. طيب شنو الشيء اللي ضاف لك تعليم اللغه الانجليزيه اخر سنتين شوفي احس الناس قامت تعرفني اكثر اجتني فرص عمل اكثر حلو اوكي قمت اعرف مثلا اكو كورسات احنا الكورسات اللي انا درستها هي كلها كورسات دوليه يعني مو من عندي اوكي قمت اشوف مثلا انه الطالب محتاج يركز على هاي النقطه بالضبط عرفت شلون صارت عندي خبره بالموضوع طيب امنه سؤال اخير حتى اخدم واياك هل من الممكن امنه بالمستقبل نشوفها فاتحه قسم خاص بس لها حتى تعلم الطلاب او معهد خاص باسمها اكيد ان شاء الله انا من هسه عندي شغل خاص وبدي اشتغل على الموضوع انه يصير مؤسسه كبيره طيب شلون حتميزين بين الطلاب احنا ذكرنا ان الاعداد الهوايه ما راح تتعلم شلون راح تقدرين تميزين الامنه انه هذا المعهد باسمها متميز بفلان ان شاء الله وفلان ان شاء الله وعنده سواسيه بين الناس سيستم الميني جروبس اوكي انت ممكن تلاقين شخصين ثلاثه هم نفس المستوى وممكن يوصلون الى خمسه بس ما تحطين 20 شخص جايين مستحيل مو مدرسه هي المدارس ما يستقبلوها ممكن يكونون انه مستواهم متقارب فتقدرين تمشين وياهم نفس المشيه هو لازم يكون اكو اختبار الليفل اللي انت بيشنه بالضبط بس هذا قلت لك يرهم بموضوع انه يكونون يعني مو اكثر من 4 طلاب فهو هذا سيستم الميني جروبس هو اللي راح يكون مثلا انه بي حتى راح يصير منافسه بين الطلاب شكرا لك امنه واتمنى لك التوفيق بحياتك المستقبليه بالتاكيد مشاهدينا الكرام مستمرين بباقي فقراتنا ولكن من بعد هذا الفاصل أكيد مشاهدينا وصلنا لكم لختام حلقتنا من برنامج هاي شباب فقراتها الحلوة وضيوفنا اللي نورونا وأكيد تنتظرونا بحلقة أخرى أشياء كل جميلة بها أما الختام مع عزم ولا شكرا لكم شكرا لك شكرا لك ميام شكرا لك علي بالتأكيد مشاهدينا الكرام لهنا أنا وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا اليوم من برنامج هاي شباب أكيد مثل ما شاهدتوا فيه الكثير من الفقرات المميزة ولكن أكيد انتظرونا بحلقات أخرى على الأسبوع المقبل يا علي ومسك الختام يمك شكرا لك شكرا لك إذن أعزائنا المشاهدين وصلنا وياكم لختام حلقتنا أتمنى تكونوا استمتعتوا وشكر خاص لقاعة زيوس الملكية الكائنة في المنصورة على حسن الاستضافة في أمان الله